جريمة وثقها فيديو نشر على مواقع التواصل وأثار استياء كبيرا في الجزائر. ظهر فيه شاب قام بضرب فتاة وتعذيبها ومحاولة اغتصابها بالتواطؤ مع فتاة أخرى ظهرت في إحدى اللقطات وهي تخاطب شريكها حاثة إياه على الاستمرار في مهاجمة ضحيته قبل أن تتمكن الضحية من الفرار من قبضة المعتدي. انتشار الفيديو أثار استياء كبيرا فيما لم تمر سوى 24 ساعة حتى قبضت السلطات الجزائرية على المتورطين بعد أن ساعد ناشطون على فيسبوك في تحديد هوية الجاني وصديقته وفقا لما نشرته وسائل إعلام جزائرية. ولتفاصيل أكثر حول القضية ينضم إلينا من الجزائر الصحفي المختص بالشؤون الاجتماعية المطلع على هذه القضية زبير فاضل. أهلا فيك معنا يا زبير. إحنا يعني خلينا بس نتأكد منك من قصة أنه هي لم تغتصب، كانت محاولة اغتصاب وتمكنت من الفرار، لأنه بعض الصحف كتبوا أنه لا اغتصبت. بداية القضية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خصوصا عبر صفحات الفيسبوك. مصالح الأمن التي ألقت القبض على المتهم وعلى من قامت بتصوير الفتاة الضحية وتم أيضا استدعاء الفتاة الضحية حولتها على الطبيب الشرعي الذي أكد في التحقيق أنها لم تتعرض للاغتصاب على الرغم من أنها لديها علاقات سابقة، وبالتالي فقضية تحركت من باب الإنسانية على اعتبار أن التعذيب والوحشية التي تم التعامل بها مع الضحية هزت مشاعر الجزائريين في مشهد قل تداوله في مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وهدد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بما حدث لأن أي هذه الحادثة بإمكانها أن تقع لأي فتاة في الجزائر. نعم، لكن كان البعض بيقول على مواقع التواصل أنه في تضارب أيضا، البعض ألقى باللوم على الفتاة. بالتأكيد خصوصا أن الرأي العام في الجزائر مع تحول القضية إلى قضية رأي عام انقسم بين مؤيد لضرورة أن تأخذ الفتاة الضحية حقها من الجاني الذي قام بتعذيبها وتجريبها من ملابسها ومحاولة اغتصابها وتعنيفها أيضا وتصويرها عبر من تواطأت معه بتصويرها عبر كاميرا هاتف نقال من باب أن اللي يجب معاقبة المتهم، في حين آخرون قالوا ما الذي أدى ترك بفتاة تتجه مع شاب آخر إلى هكذا مكان منعزل في الطبيعة في غابة وأن يحدث فيما بعد ما حدث. انقسام الرأي لم يكون بمنأى عن ضرورة تحرك مصالح الأمن والسلطات القضائية، أن الأمر أيضا يتعلق بجريمة أصبحت على مرأى من الجميع كبارا وصغارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. نعم، هل انعرفت الدوافع، دوافع الاعتداء هذا؟ بالتأكيد أن الجاني والتي تواطأت معه يعرفان الضحية التي هي صديقة سابقة للجاني الذي لم يرغب في أن تكون لها علاقة مع شاب آخر، فحاول استدراجها عن طريق صديقته وصديقتها التي صورت الفيديو وحاول الانتقام منها عن طريق فضحها عبر تجريبها من ملابسها وإظهارها على أنها فتاة ذات سمعة سيئة ولا يمكن مصادقتها والاستمرار معها في علاقة وأن تبقى معه أي تحت سيطرته. المهم أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تتوقف عند هذا المسألة بل نشرت مساء أمس صور من قامت بتصوير الضحية وكشفت عن هويتها طبعا بالتعامل مع أقارب من الضحية أيضا الذين كشفوا هوية التي تواطأت معه والمتهمة الرئيسية أيضا لأن هي من جعلت من القضية رأيا للرأي العام عن طريق نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، إذن هم يعني صوروا الفيديو علشان يفضحوا الضحية ويخلوا يعني صورتها واسمها معروف عند الكل، لكن الفيديو لعب ضدهم وتم القبض عليهم عن طريقه. بالتأكيد، لكن أقارب ومن يحيطون حول المتهم يقولون هو لم يخسر شيئا لأن لديه سوابق عدية من قبل وسمعته ليست بالطيبة في مدينة سياس في غرب الجزائر، وبالتالي فالهدف كان هو تشويه صورة الضحية التي أيضا لاحظنا فيها الفيديو الذي انتشر عبر فيسبوك أنها تريد دائما إخفاء وجهها أنها تظهر للعلن، وحاولت أيضا الابتعاد عن الكاميرا التي كانت تصورها بالتوجه نحو بركة الماء.
صحيح، كان همها الأساسي إخفاء وجهها. بنشكرك على إطلاعنا على هذه المعلومات. كان معنا من الجزائر الصحفي المختص بالشؤون الاجتماعية المطلع على القضية اللي تحدثنا عنها الآن زبير فاضل.